لا تنسوا الاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. من أغرب الحيوانات في العالم قط اسمه القط أوسكار. القط ده كان متربي في دار لرعاية المسنين في أمريكا، وكان قليل جدا لما بيظهر في الدار، وكانش بيختلط بالبشر قوي، تحس انه انطوائي او متوحش او منطوي شويه. لكن الغريبه ان القط ده كان بيظهر لما اي نزيف في الدار بيموت بساعتين، وكان بيطلع على المتوفي قبل ما يموت بساعتين ويحط راسه عليه وكانه بيواسيه وهو بيحتضر. وكان اول ما بيموت كان اوسكار بينط من على السرير وكان بيجري يستخبى جوه الدار، ما يظهرش تاني الا لما يكون في مسن او مسنه بيموتوا، ينط على سريرهم ويفضل يواسيهم في ساعتهم الاخيره. الاعلاميين قالوا ان دي ممكن تكون صدفه، لكن الموضوع ده حصل مع 50 واحد في الدار وكلهم توفوا بعد ما اوسكار زارهم بوقت قصير. هل فعلا القط ده بيشم ريحة الموت ولا دي صدفة؟ لو عندكم اي اراء اكتبوا لي تحت في التعليقات. من اغرب الحسابات على التيك توك واللي صاحبه بقى من نجوم التيك توك المشهور واسمه انت رايتان، عنده على صفحته 620 الف متابع وفيديوهاته عاملة 10 مليون لايك وجايبة مشاهدات عالية جدا. تلاقي الفيديو من ده عامل 100 الف مشاهدة وانت طالع عامل مليون، واللي يخليك تنجلط وتتجنن ان الراجل ده مش بيقدم اي محتوى مفيد خالص. كل اللي بيعمله انه بيفضل باصص للكاميرا ما بيتكلمش ولا بينطق خالص، واحنا طالع عينينا مش عارف اقول ايه بصراحه. يلا نكمل القصه. وكل الفيديوهات عنده على كده، باصص للكاميرا ومش بيتكلم ومشغل وراه موسيقى الروك. انا نفسي اعرف هو عملها ازاي ده. نحن نستطيع ان نعملها، لو هي حلوه هنقول ماشي الناس بتشوفها عشان جمالها، لكن كده مش كده. يا ترى ايه السر المشاهدات والمشتركين اللي عنده مع انه بيفضل باصص بس للكاميرا؟ المبنى ده مش مجرد مبنى سكني او حتى مبنى ضخم، ولكن دي مدينة كاملة بسكانها. سكان مدينة وايدر في الاسكا عددها بيوصل ل 220 الف شخص فقط، كلهم في المبنى ده اللي اسمه بيجيتش. والمبنى ده مش بس فيه شقق سكنية، في مركز للشرطة ومغسلة ومحلين بقالة ومدرسة وملعب للاطفال، في عيادة صحية وجيم ومكتب بريد. والسكان في المبنى ده ممكن ان هم يمشوا في الطرقة بملابسهم الداخلية فقط ومحدش يتحرج من حد، وكمان ممكن التلميذ يخبط على الاستاذ بتاعه عشان يشرح له حاجة، وكمان ممكن لتجار المخدرات والشرطة ان هم يطلعوا مع بعض في الاسانسير. غريبة ان سكان المدينة اللي هم عبارة عن 220 الف شخص مش متضايقين ان هم عايشين مع بعض في مبنى واسع وكبير، بالعكس دول فرحانين جدا ان هم عايشين مع بعض وحاسين مع بعض بالامان، لان المنطقة اللي هم عايشين فيها في الشتاء بتبقى فيها برد قاتل، وفي الصيف المنطقة بتبقى مليانة بالدببة. حضرتك لما بتبقى عايز تصحى بدري لشغلك ظبط المنبه عشان ما تروحش عليك نومه. وقبل الموبايلات كانت الناس زمان بتستعمل المنبهات، وايام المنبهات كانت الناس بتصحى بدري ازاي؟ كان زمان في انجلترا جماعه اسمها نوكل ابس، ودي كل شغلانتهم ان هم بيصحوا الناس بدري وبس، وده عباره عن عصاية بيخبطوا بيها على الشبابيك العاليه. اما لو كان الشباك في دور عالي فكانوا بيحدفوا الشباك بحبوب البسله عن طريق نفخها في الماسوره دي، ولو كانت في دور ارضي كانوا بيستعملوا مطرقه ويقعدوا يخبطوا بها على الباب. مع بدايه اختراع المنبهات الناس دي بدات تختفي بالتدريج، لكن المنبهات في الزمن ده ما كانش بيشتريها غير الاغنياء، عشان كده الناس دي استمرت في الاحياء الفقيره لحد سنة 1940. الراجل الاسترالي ده اللي عنده 85 سنة اللي اسمه بريلي اللي عنده اطول رموش في العالم، وطول رموشه 3 ملي، وكمان بيقول انه لاحظ ان رموشه بدأت تطول بالشكل ده بعد ما غير عادته الصحية في تناول الطعام. بيقول ان رموشه بتديره جاذبية اكتر وبيصير اعجاب النساء، يلاحظ اعجاب السيدات برموشه وكمان بيسألوه عن سبب طول رموشه. بيقول ان السر في كده انه بيتناول نوع خاص من الغذاء، لكنه مش عايز يكشف عن السر ده ومحتفظ بالسر لنفسه، فاكر لو باع الفكرة دي لشركة مستحضرات التجميل هيجيله ثروة كبيرة، وبيقول انه بيفكر يشيلها ويقصرها عشان بقت حمل كبير جامد على عينيه، لكنه مش ناوي يعمل كده الا لما يسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. لا تنسوا الاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله.